وبركاته. حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء. اليوم إن شاء الله منا نتحدث عن نقص المناعة، علاج نقص المناعة وكيف ممكن نزيد المناعة. أولا في عنا مجموعة من الوصفات ومجموعة من الأعشاب ممكن نتناولها، وإن شاء الله إنها ممتازة جدا. عندنا أول إشي غلي السموة. هذه السموة هي عبارة عن نبات جبلي، راح إن شاء الله في نهاية الفيديو راح نوريكم جميع صور النباتات اللي إحنا بنذكرها في هذا الفيديو عشان ما تتغلب فيها. إذا كنت في مناطق جبلية، إذا كنت في مناطق ممكن تجيب هذه النباتات بتجيبها، ما قدرت بتجيبها عن طريق العطار، موجودة إن شاء الله عند العطار. إذا بنغلي نبات السموة وبعد ما نبرده بنشرب منه لو فنجان أو كأس يوميا، ممتاز جدا. نبات الجينسينج أيضا موجود عند العطارين وعند النحالين، بناخذ منه جرام صفوف يوميا، جرام بمقدار يعني تقريبا خلينا نحكي ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة صغيرة يوميا، ممتاز جدا إن شاء الله. أيضا شرب ملعقة يوميا على الريق من زيت الزيتون. زيت الزيتون مثل ما بنعرف مفيد جدا، فبنشرب منه ملعقة يوميا على الريق. هذه للي مناعته ممتازة وحابب انه يعني يزيد من قوة المناعة، فلا ضير انه يأخذ هذه الامور. في عنا خلطة خاصة، خلطتنا الخاصة لله الحمد، هذه ان شاء الله اذا استخدمناها بتزيد من قوة المناعة في الجسم وبتعالج نقص المناعة، بصير عندك قدرة على مواجهة الأمراض، تعرضك للأمراض بصير بشكل أقل. إذا لا سمح الله إذا تعرضت لأي مرض فبكون مقاومة الجسم عالية جدا وما رح يأخذ وقت كبير جدا إن شاء الله في التخلص من هذا المرض. أول شيء منجيب 600 جرام من العسل الجبلي، 600 جرام يعني نص كيلو وشوي، 100 جرام حبة البركة، 50 جرام من حبوب اللقاح، ملعقة من الكركم، وملعقة من المر، وملعقة من بذور نبات الخلة، أو إحنا بنعملها بالمختبر الخلاصة المائية، من نستخرج الخلاصة المائية لنبات الخلة. إذا ما حصلت الخلاصة المائية ممكن تستخدم بذور نبات الخلة. هذه بنخلطها جميعا وبنقلبها جيدا، وبنأخذ منه ملعقة صغيرة بعد الأكل 3 مرات يوميا. أيضا في عنا أغذية أخرى لتقوية جهاز المناعة على الريق. إذا أخذنا فصين من الثوم ممتاز جدا، ما قدرنا فص واحد من الثوم، لكن من نلاحظ أن الثوم إذا بدنا نأخذه بنأخذه لأول أسبوع بمقدار فصين، بعدين الأسبوع اللي بعده بنصير نأخذ يوم بعد يوم أو كل 3 أيام مرة واحدة، والأسبوع الثالث اللي هو تكملة 21 يوم بنصير نأخذ فص واحد يوميا فقط، بعدين بنوقف بالنسبة للثوم. هي مدتها 21 يوم إن شاء الله، وبتعمل على تقوية جهاز عمل المناعة. ضمة بقدونس، البقدونس معروف عند الجميع وإن شاء الله أنه في متناول الجميع البقدونس. البقدونس إما أكل أو مشروب، أيضا هذا يساعد على تفتيت الحصى، حصى الكلى، حصى المثانة البولية، اللي عنده التهابات في المثانة البولية، عنده التهابات في البول، في حرقة بالبول، ممتاز جدا البقدونس أكلا ومنقوعا. ملعقة من مسحوق الزنجبيل تنقع في الماء وتشرب يوميا، معروف الزنجبيل عند الجميع، أيضا هو من مقويات جهاز المناعة. لو أكلنا تفاحة واحدة يوميا مثل ما قال المثل القديم، تفاحة واحدة يوميا تغنيك عن زيارة الطبيب. الجينسينج الأحمر وأيضا موجود عند النحالين اللي بيشتغلوا في النحل، جرام واحد يوميا صفوفا مع ملعقة عسل نحل لمدة 3 أشهر، هذه أيضا من مقويات جهاز المناعة. في عنا خلطة أخرى برضو من خلطاتنا لله الحمد وتباع، هي خلطة لتقوية عمل جهاز المناعة وزيادة كفاءة جهاز عمل المناعة. 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، يضاف إلو ملعقة كبيرة من الحب السوداء الناعمة،
ويضاف له 3 فصوص ثوم مهروس. هذه بتيجي مع بعض، بتجيب نص كوب ماء ساخن بعد ما تأخذ الـ3 مكونات الأساسية الأولى وتخلطهم مع بعض جيدا، تمزجهم جيدا، بتحطهم في نصف كوب ماء ساخن وتأخذ منه على الريق وقبل النوم، وإن شاء الله إنها من المجربات وممتازة جدا جدا. أيضا لزيادة كفاءة الجهاز المناعي وزيادة مقاومة الجسم للعدوى، برتقال يوميا جيد، موزة واحدة يوميا جيد، نصف ثمرة أناناس مع الجلد لا تقشرها، بنعصرهم جميعا وبنخلطهم جميعا، بنصفي العصير وبناخذ منه كأس واحد يوميا لمدة أسبوع، ممتاز جدا إن شاء الله لزيادة عمل جهاز المناعة. في عنا أيضا مشروبات للي ما بده جميع هذه الوصفات، في عنا مشروبات أيضا، شراب منقوع العرعر، المرأة الحامل بدنا نحذر أنه لا تأخذ من منقوع العرعر. أيضا عندنا ذنب الخيل، العشب كاملا مغلي أو أنه تناولا مثل ما هو بعد غسله، تناولا وشربا هذا ممتاز جدا ويكسب المريض مناعة. أوراق نبات البقلة، البقلة أو البقلة، أو ممكن يسموها في بعض المناطق الفرفحينة، الفرفحينة هذه تقوي المناعة، وهذه إحنا أصلا في بلاد الشام بنأكلها مثل السبانخ، بنعملها مع لحمة أو بنعملها مع السلطة. فإذا نبات البقل ممتاز جدا لتقوية عمل جهاز المناعة. مغلي حبوب الشعير يرفع مناعة الجسم، تناول كوب واحد يوميا من مغلي حبوب الشعير. أيضا عندنا يا إخوان، في عندنا شيء بنسميه حشيشة الجروح، حشيشة الجروح أو تسمى الريحان البري، الأزهار الحديثة مفيدة للمناعة، تناولها مغليا وشربا. الآن بنوريكم صورها، وهي بتيجي زهرة لونها بنفسجي. أيضا العسل الأسود في الماء، يذاب العسل الأسود في الماء ويشرب منه من 3 إلى 5 مرات يوميا. سرسوب اللبن، سرسوب اللبن أو ما يسمى اللبى، لبى معروف عند البدويين وعند الفلاحين وعند المناطق، الآن بوريكم صورته، روح عند اللي بربي اللي بحلب، بحلب الغنم والماعز قول له بدي لبى، بدي لبى، هذا موجود عند مربي الماشية، هذا إذا بتأخذ منه بمقدار صحن تأكل منه، هذا بعطيك مناعة للجسم مدة سنة كاملة. وعادة هذا اللبى اللي هو الحليب اللي بيخرج من ضرع الماشية بعد الولادة مباشرة، بعد الولادة مباشرة. فإذا هذه كلها أمور تساعد على تقوية جهاز المناعة. مثل ما أنتم شايفين، هاي نبات العرعر، تابعوا معنا الصور، هذه نبات العرعر بالطريقة هذه. هذا سرسوب اللبن أو اللبن، شايفين كيف شكله؟ هذا بتب عند المربين الفلاحين أو مربين الأغنام بتلقاه سرسوب اللبن أو اللبى موجود، هذا مقدار كأس مثل هذا بعطيك مناعة سنة كاملة. الريحان البري أو حشيشة الجروح هذه شكلها، البقلة أو الفرفحينة احنا بنسميها أو البقلة، هذه البقلة بأشكالها مثل ما انتم شايفينها. هذا المر، أيضا المر هذا مثل ما انتم شايفينه. ذنب الخيل، هذا شكل عشب الذنب الخيل. وإن شاء الله أن تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات لتقوية جهاز المناعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك في القناة، تدعمونا بلايك إذا أعجبكم الفيديو. سنتحدث في الفيديو القادم إن شاء الله عن الشلل النصفي والشلل الكلي، وصفات إن شاء الله مجربة، ونتمنى لكم السلامة، والله لا نبغي منها شيء هذه الوصفات، إن شاء الله إنها تكون من المجربات وتستفيدوا عليها إن شاء الله. شكرا لكم.